خوتي السلام عليكم، معكم سامي توام. كيف ما سوني بزاف لاباج سولتو على التطبيق ديال كوروناتش. اليوم باش نوريكم التطبيق ديال كوروناتش انفيتيت لي بوي صابو كريمج هو اللي غادي يخدم معكم على التطبيق. دونك جيسبيغ تستافدو منو وتستغلو محدو كاين هنايا معانا في لاباج. هو اللي غادي يخدم معكم اول موز تحت. دونك ستيب ديال فوز ستيب. اليوم انا شخصيا شرف باش نكون مع خوتي ياسين وسامي تشوان في لاباج ديال التريني ديال لي توتوريال. بنيت الموفمون عشوائي في المغرب باش نزيدو بها الاستعمال، والدراري الاغلبيه كيسولوا على الباور موف. معكم الدراري جينيراسيون جديده اللي غاتبقى تعطيكم كل نهار توتوريال ديال الباور موف. انا اليوم جبت الدور ديالي اليوم باش نعطيكم توتوريال ديال الكورو. الكورو اللي واحد اللعبه انسبيريا من هالو، هالو بالانكلي يعني التاج، والبازيك ديالو كيتلعب على البلاصه ديال الراس. اليوم غادي تشوفوا التوتوريال ديال هالو وكاع لي تريك باش ما تشوفش غير كان الفيرست ستيب اللي خاصك دير هي تسخن العنق ديالك مزيان، لان العنق بلاصه مهمه بزاف اللي كضرب على الكورون وبلاصه خطيره. لما سخنتش تقدر تاكلها فيها وتمشي كورفات تشوف خايب. والستيب الثانيه خاصك تسخن الكتاف مزيان حتى هما لي زيبول ديالك والورا والقدام، تسخن مزيان ديريهم تجيبهم تصرف مزيان. الثانية خصك تسخن لي اونش اللي كيعتمدو بزاف على الكورون باش يبقاو معاك معلقين. خصك تسخن لي اونش مزيان، تجبدهم العند مزيان وديرلهم لي زيتيومون. وفور ستيب لي هي الأخرى هما لي كار ديال رجلين، إلا مكانوش عندك بلاصة بلاص ديال رجلين غتلقى مشكل في الكورون. فور ستيب لي خاصك ديرها قبل ما يكون عندك الكورون خاص يكون عندك واحد الفونديشن ديال لي موف اللي كيسهلولك الموف. فيرست هي ويند ماي، خاصك تكون عندك ويند ماي مزيانة كضرب على الراس والباصين يكون ديالك طالع، وما تكونش كضرب ويند مايل العادية ديال اللي يلاه كتبدا ديال البيت، خاص تكون عندك ويند مايل محكومة مزيانة. السكوند ستيب اللي خاصك تكون عندك هي تكون عندك على الأقل والماكسيموم ثلاثة ديال الدورات على الراس، ويكون عندك بيبي فريز، ويكون عندك هونكتين. هونكتين اللي هو الفريز ديال فريز من هنا وفريز من هنا باش كيسهلوا عليك الدوره ديال الكورون باش ما كتعذبش. الا ما كانوش عندك هادو غتلقى مشكل كبير وغادي تعذب فيه وغتعقد. هاد لي باس كيسهلوا لك بزاف باش تشد الموف، تقدر تريني عليه في 3 سيمين 2 سيمين تشد الموف ويولي عندك ايزي. اول بيزك اللي خصك تكون عندك مزيان قبل ما تبدا اللي كتجي من المور فونديشن هي مولان دورة الراس وين ماي تو هيت. اهم حوايج ضروريين في الكورون هو الدفع ديال اليد، خاصك تدفع يدك مزيان مع السلايد. السلايد كتم غادا واحد نص دورة اللي هي تقريبا واحد 30 دوغري، وكتدفع بيدك والراس ديالك يدور معاك. كل ما دفعتي بيدك كل ما الراس ديالك يدور معاك، فهمتيني؟ دفع دور دفع دور. وباش تضرب هادو خاص تكون قاصح في اليد ديال الارشاد. الارشاد خاص تكون مثلا كتفريزي كتحرك بيه كتمشي بيه كتجلس عليه كدير كتف كطلع المهم ميتريزي الارشاد ديالك. لاحظت بزاف ديال لي بيبوز هو ديال ويند مايل سكوربيون، وكتبغي تطلع كوره وما كتسلقش. التسليقه هي الاهم والضروريه باش كتلعب كوره. والخطا الثاني اللي هو كتضرب كوره بلا ما تطلع دور الراس تروح تفريزها، واش كتضرب وتلقى وش تشد الجلد غتعذب فيه بزاف واش ما تيبقاوش معلقين معاك ديما كيطيح. الا ضربتي كوره وضربتي راس غتضرب مورا كوره ثاني. هذه هي الستيب ديالو.